تأتي الأخبار متسارعة من أرياف دير الزور، لكن أهمها على ما يبدو تلك الأنباء عن استهداف العشائر العربية صهاريج نفط تعود لميليشيا أسد وعصابات قنديل على طريق العزبة شمال شرق دير الزور. والسؤال، هل بدأ مقاتلو العشائر باستخدام ما يطلق عليها حرب العصابات لتحرير مناطقهم؟ وهل يمكن لهذه التكتيكات العسكرية إحداث فارق رغم سيطرة عصابات قنديل على أغلب بلدات دير الزور؟ يقول ناشطون إنه لا داعي لسيطرة ثوار العشائر على ذيبان وشحيل أو غرانيج وأبو حمام وهجين أو حتى البقاء داخل النقاط والحواجز المحررة، فمقاتلو العشائر هم أبناء المنطقة والأدرى بشعابها، وانتشار عصابات قنديل الإرهابية في القرى والبلدات العربية يجعل منها أهدافاً يسهل ضربها بالعمليات النوعية ضمن ما يسمى حرب العصابات، ما يجعل من دير الزور وشرق الفرات عموماً مثلثاً لابتلاع تلك الميليشيات القادمة من جبال وكهوف قنديل التركية العراقية الإيرانية لاحتلال ثلاث محافظات عربية. في حين يقول آخرون إن استهداف إرهابيي قنديل وما يطلق عليهم بالدواعش الصفر بات واجباً مقدساً يتجاوز تحرير المنطقة العربية إلى حفظ دماء أبناء دير الزور وأعراضهم وكرامتهم، لا سيما بعد عمليات الإعدام والقنص بحق عشرات المدنيين، إلى عمليات الخطف والاعتقال التي طالت المئات بينهم أطفال ونساء. وعن مثال استهداف صهاريج النفط الأخير، فلا يوجد دين أو حتى قانون في الأمم المتحدة أو أي منظمة حقوقية وإنسانية يقول إن ثروات أبناء دير الزور في حقول العمر والتنك والجفرة تنهب وتستخدم لتسيير أرتال قنديل لقتل وتهجير أبناء دير الزور. هذه الحقول ومنشآتها هي ملك أبنائها العرب، ولا داعي لها ولا للصهاريج الخارجة منها إذا ما استخدمت لقتل سكانها الأصليين. في السويداء ودرعا ونحن الكسوريين وحدة المصير. بالأمس أثبت ثوار العشائر قوتهم، بل وسجلوا اسمهم كقوة محلية لا يمكن لأمريكا أو أي دولة إنكارها. ويبقى على ثوار العشائر تنظيم عملياتهم النوعية لاستنزاف عصابات قنديل حتى طردهم من كافة المحافظات. ودعكم من شماعة داعش لترهيبكم وإخافتكم، فالكل يعلم من هي الجهات الواقفة خلف تلك الفزاعة. وعدا عن التقارير الغربية الكاشفة للتنظيم المخابراتي، انظروا إلى خرائط السيطرة وستعلمون من هم المستفيدون من إظهار داعش ثم إخفائه. هناك عصابات قنديل التي تدعمها أمريكا لاحتلال المناطق العربية، وهناك ميليشيات إيران وأسد والحشد الشيعي العراقي. جميع من سبق هم من صنعوا داعش، وهم المستفيدون لتقاسم المنطقة وقتل وتهجير سكانها الأصليين من العرب السنة. وما أخذ بالمكر والقوة لا يسترد إلا بالقوة والكمائن، ولينقع داعش ومن صنعها بكأس وليشربوا ماء. فدير الزور والرقة والحسكة محافظات عربية محتلة من عصابات قنديل الأجنبية، كما حمص ودرعا وحلب وحما ودمشق والغوطة وغيرها، هي محافظات عربية تحتلها ميليشيات إيران وأسد ونصر الله والحشد الشيعي العراقي، ولا علاج للمحتلين إلا بالقوة وحرب الكمائن.